بيان عاجل من الداخلية المصرية بشأن فيديو تسريب عبد الله شريف الإخواني، ننشر التفاصيل. وعاجل المخابرات العامة المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية. وعاجل اعترافات للمتهم في فيديو مستشار السيسي المثير للجدل، ونكشف حقائق جديدة. وعاجل شاهد رد فعل وزير التموين المصري بعد إهداء بلحة لوزيرة التضامن في جناح السعودية. وعاجل تفاصيل محاولة إقالة وزير التربية والتعليم. وها منذ قليل تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح ورونالدو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نخش في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وبيان عاجل من الداخلية المصرية بشأن فيديو تسريب عبد الله شريف الإخواني. كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل الفيديو المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة في مصر، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان لها: انطلاقا من جهود وزارة الداخلية في حماية مصر من المخططات التي تقوم بها الكيانات المعادية، خاصة تنظيم الإخوان، بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعي ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. وتابع البيان: أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد 61 سنة عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة نصب وتنقيب عن آثار. والثانية تدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي 52 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية. وفقا للبيان، أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية. وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال، سعيا لإكساب ذاته الكلام الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يقوم بها. كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص قائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف، والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد 42 سنة سمسار، يقيم بالإسكندرية، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات. وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية، قرر التواصل مع الإخوان الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وكنت طالع بس مباشر يعني من ساعتين أو من كام ساعة يعني، وضحت فيه الأمر.
وحقيقة هذه التسريبات، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. المخابرات العامة المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الإفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها. ووجه الرئيس السيسي كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية مرحبا بهم، حيث استلمت المخابرات العامة المصرية رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام. وتستضيف القاهرة اليوم المؤتمر 17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا. المصدر معنا كامل اليوم 7. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أحب أقدم يعني التهنئة لجهاز المخابرات العامة المصرية لحصوله على رئاسة سيسا، رئاسة جميع أجهزة المخابرات لدول إفريقيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر ويتعلق بالتسريبات واعترافات المتهم في فيديو مستشار السيسي. وحنفي عبد الرازق قال إنه انتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية باسم اللواء فاروق القاضي للنصب على شركات المقاولات والادعاء بأنه يمكنه أن يسهل أعمالهم لعلاقاته بكبار رجال الدولة. وأكمل المتهم أنه تعرف بالمتهمة الثانية ميرفت محمد علي والتي ادعت أنها مستشارا برئاسة الجمهورية، وقام بعد ذلك بتسجيل مكالمات لها وبعث بها لأصدقائه ليؤكد لهم علاقاته بالمسؤولين الكبار. وكان قوات الأمن المصرية قد كشفت تفاصيل الفيديو المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة في مصر، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. فيعني حنفي عبد الرازق بيوضح أنه كان زي ما ذكرت بيحاول أنه ينصب على زملائه أو أصدقائه بأنه ينتحل صفة مستشار لرئيس الجمهورية. طبعا يعني هذا كلام خطير، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. شاهد رد فعل وزير التموين المصري بعد إهداء أهبلحة لوزيرة التضامن في جناح السعودية. داعب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصلحي أحد العاملين داخل الجناح السعودي بعد إعطائه تمرة أثناء تفقده معرض فود أفريكا الذي يضم مشاركة 22 دولة. قال الدكتور علي المصلحي لأحد العاملين أثناء إعطائه التمر: خسرتك بلحتين. وذلك بعدما أعطى لوزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة ليفين جامع تمرة. المصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. تفاصيل محاولة إقالة وزير التربية والتعليم. وفي تطور خطير من شأنه تصعيد المواجهة بين نواب البرلمان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب على الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة وزير التربية والتعليم نتيجة لأزمة المناهج الجديدة وتجاهله طلبات الإحاطة المقدمة ضده بمجلس النواب. علق البياضي على اعتذار وزير التربية والتعليم عن عدم حضور جلسة طلبات الإحاطة أمام المجلس قائلا: لا أرى مبرر لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، ولا أتصور أن هناك التزام أو سفر أهم من مستقبل أولادنا ومن قضية التعليم. وإذا كان السيد الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل ويترك المسؤولية لمن يقدرها. وكان المجلس قد قرر استدعاء الوزير لمناقشة مشكلات التعليم والمناهج الجديدة بعد أن قدم البياضي طلب إحاطة ضد الوزير وتضامن معه 68 نائبا في تقديم طلبات إحاطة في نفس الموضوع. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. 68 نائبا يعني مقدمين طلب إحاطة في نفس الموضوع لوزير التربية والتعليم، ووزير التربية والتعليم يعتذر عن حضور الجلسات أو مواجهة أعضاء البرلمان أو أعضاء الشيوخ. فطبعا هذا الشيء يعني صعب ولا يمكن تحمله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وكما قال النائب في البرلمان أنه لا يوجد أهم من مصلحة أولادنا، فلو الدكتور طارق شوقي عنده سفر ما أو عنده مهام معينة المفروض يعني يفضى لطلبات الإحاطة المقدمة
من البرلمان لسيادته. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام منذ قليل تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح ورونالدو. عزز المصري محمد صلاح تصدره لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه ليفربول الفوز على ضيفه أستون فيلا 1-0 في المرحلة 16 من المسابقة. مسجل صلاح الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 67 من ركلة الجزاء تحصل عليه بنفسه، ورفع الفرعون المصري بذلك رصيده إلى 14 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل زميل صلاح في ليفربول البرتغالي دييغو جوتا المركز الثالث برصيد 8 أهداف. وارتقى البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو إلى المركز الرابع بعدما قاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله بنفسه من ركلة الجزاء. هنقول مع بعض يعني ترتيب هدافي البريمير ليج لموسم 2021-2022. في المرتبة الأولى طبعا ابننا ابن مصر محمد صلاح بيلعب في ليفربول برصيد 14 هدفا. تاني شخص معانا هو جيمي فاردي بيلعب في ليستر سيتي برصيد 9 أهداف، ودييغو جوتا بيلعب في ليفربول مع محمد صلاح برصيد 8 أهداف، ورونالدو بيلعب في مانشستر يونايتد برصيد 7 أهداف، وماني بيلعب في ليفربول برصيد 7 أهداف. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هنشوف مع بعض خبر أخير معانا، والرئيس السيسي بيبعت رسالة لنظيره قبرصي، وسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس القبرصي نيكوس خلال زيارة شكري مؤخرا للعاصمة القبرصية نيقوسيا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري قال إن الزيارات بين البلدين تعكس الرغبة المشتركة في التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. وأضاف السفير حافظ أن اللقاء تناول عدد من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي خاصة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر 2021، وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي. وأكد الوزير شكري على دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالمنطقة. المصدر معانا كان من صدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.